طبعا الدقيقة السابعة هي الفانيلا رقم سبعة هي رونالدو، وبالتالي تاريخ الريال مدريد. معشر السامعين، حضرات المدريديين، في زمن النكران وعصر الزهايمر، هل يقدر فلورنتينو بالدون كريستيانو اللي انقلبت عليه الملايين، هذه الملايين اللي طالما اسعدها لسنوات ونادت باسمه لسنوات، اضاف البرتغالي فيها للرداء الابيض نصاعة وبريق، واضاف لألقابها 15 بطولة ولسجلاتها 4 كرات من ذهب. كريستيانو اللي اطلقت عليه من سنوات صاروخ ماديرا كبير فنشال، طعنه احباؤه قبل خصومه ونكره الاقرباء قبل الابعاد. كريستيانو الهداف التاريخي للمرينجي وهداف الشامبيونز اللي براسه جاب الكوبا ديل ري، وبساقه جات الشامبيونز، وبقدمه من شهرين جات مونديال ابو ظبي. كيف نسيتم هذا؟ كيف تتذكرون لهذا؟ الآن صار رونالدو أعوج وأعرج ومحول، الآن أصبح الدون ما عنده في السوق ما يذوق. لا، لم ينتهي يا سادة رونالدو، ما زال العالم سيشاهد أهدافه ويستمع بألقابه ويفرح لألقابه. لا يا سادة، لم تنتهي صلوحية البرتغالي ليباع في المزاد. يا معشر مدريد، هذه كلمات ليست مرثية في نجم البرتغال، ولكنها مني قرار واعتراف. هذه كلمات هي اعتراف وإقرار لنجم ليس كباقي النجوم. جاوبهم يا البرتغاز، حطهم في كادرهم وفي وقتهم وفي أيامهم يا البرتغاز. الدقيقة السابعة هي رمز ريال مدريد، هي كريستيانو رونالدو. الآن الحديث أنه ممكن التمديد لرونالدو، ضغط كبير على البرتغالي. هنا الحديث عن نيمار، هنا الكينغ هاري كين، هنا أيضا القوي والرائع كاردي في بونتا، هناك الكلام عن إيدن أزار، الكلام بايع على الميركاتو والانتدابات، ولكن بدون مس الرموز. وكريستيانو رونالدو أحب المحبين وكره الكارهين، هو طبعا رمز تاريخي في تشكيلة الريال، في أسطورة الريال، ولذلك ما هكذا تهاني الأساطير يا مدريد. الريال مدريد هو المخور.